You want it, I want it, she want it, so come get it. We forget, no regret. Tonight I'ma make you taste it. Go y'all and wine down low, shake your body and lose control. Go y'all and let them know. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقاتي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم سنتحدث عن بحيرة تندع الغمر وكيفية الوصول إليها، لكن أولا عليك التمييز بين مجموعة من البحيرات التي تسمى كذلك بتندع، ومن بينها التالي. هذه بعض البحيرات التي تسمى كذلك بتندع. هذه بحيرة أوسراغي، تندا أوسراغي، وهذه كذلك تندا أوسراغي، وهذه تندا ولاية، وهذه تندا بلو. الآن بعد مشاهدة هذه البحيرات التي تسمى كذلك بتندا، سوف أعرض لكم صورة عن بحيرة الأقلية، يعني البحيرة التي أود أن أتحدث عنها. سوف أذهب إلى جميلي، وهذه هي البحيرة التي سوف أتحدث الآن عنها. الآن سوف نتطرق إلى عرض المزيد من المعلومات عن بحيرة تندع وكيفية الوصول إليها. عفواً. قبل ذلك عليك بتحميل جي بي اس على الهاتف وتثبيته. الآن سوف ندخل إلى الجي بي اس أو ما يسمى بالمابس. أنا أتواجد في وزازات، لذلك علي بتتبع الطريق الوطني رقم 10 هكذا. هذه هي الطريق رقم 10، سنقوم بتتبعها. هكذا حتى نصل إلى مفترق الطريقين رقم 10 ورقم 307. نقوم بتتبع الطريق الطريق 307 هكذا. نقوم بتتبعها هكذا. هذه غصات الرصاد. قم بتتبع الطريق دائما 307 إلى حين وصول إلى هذا المكان هنا بالضبط الذي توجد فيه قنطرة. ونقوم بتتبع الطريق الأيسر هكذا. من حين وصولنا إلى هذا المكان، ليس هنا بل هنا، هنا بالضبط. هذا الطريق نازل إلى الواد، نقوم بتتبعه هكذا كما يشير هذا السهم. نقوم بتتبعه هكذا. الطريق طويلة شيئا ما.
لذلك عليك أن تكون حذرا في هذه ضحايا صغيرة تشرب من الأغنام. وقم بتتبع الطريق حتى نصل إلى تيجات. هنا نقوم بتتبع الطريق الأيسر دائما. لأنه يوجد هنا طريقين أيمن وأيسر. عليك بتتبع الأيسر لأنه هو الأسهل. عند وصولك إلى هنا تتبع الطريق الأيمن هكذا. عفوا، تقوم بتتبع طريق السيارات هكذا. حتى تصل إلى هذا المكان هنا بالضبط. هذا المكان الذي يوجد فيه سيارة. وتقوم بتتبع الطريق هكذا كما يشير السهم دائما حتى تصل إلى هذا الواد. وتقوم بتتبعه إلى الأعلى هكذا. حتى تصل إلى مفترق هذا الواد. ثم تتبع الواد الأيمن هكذا. حتى تصل إلى هنا. وإن كنت تحب تسلق الجبال فعليك التسلق من هنا، وإن لم تريد ذلك فعليك الذهاب من هنا بهذا الطريق حتى ترى طريقين صغيرين هكذا هنا بالضبط. وتابع السير حتى تصل إلى الواد. ثم تتابع السير معه حتى تصل إلى البحيرة هنا كما ترون. هنا البحيرة لاك الغمر، هذه هي البحيرة. عندما تكون المياه وافرة تفيض حتى يصل الماء إلى هذه البحيرة الصغيرة التي توجد بجانبها تماما كما ترون في الصورة. يمكنك السباحة لكن في ساحلها فقط لأنه يوجد نباتات تسمى بتيروما ربما تتشابك معها عندما تسبح، لذلك عليك الحذر والسباحة على الساحل فقط من أجل سلامتك. إن كنت تحب الصيد فهنا يوجد نوع واحد من الأسماك وهو سمكة الترويت أو ما يسمى بالتروتا. إن كنت تود الذهاب إلى قمة جبل أنغمر فعليك بالتالي. إذن هذه هي بحيرة تمدا. عليك الذهاب على الواد الذي كنت قد أتيت منه من قبل هكذا. العودة حتى تصل إلى هذا الطريق هنا، الطريق الذي سلكته من قبل، وتقوم بالتسلق عليه حتى تصل إلى قرب هذا المنزل الصغير. هذا المنزل الصغير يمكنك أن تبيت فيه إذا كنت تريد. والآن
سوف نذهب إلى فوق جبل العمارة بعادة هكذا، نقوم بالطلوع على هذا المحاضر هكذا، ثم نتبع هذا الطريق هكذا حتى نصل إلى هنا. إذا وصلت إلى هنا هذه هي قمة جبل أنغمار كما ترون هنا، هذه هي قمة جبل أنغمار. والآن سوف أعرض لكم بعض الصور عن هذه البحيرة. Epic Music NL. Boyfriend, tu meri girlfriend, tu mainu kehndi na 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 na.